ما هي الأوميجا 3؟ الأوميجا 3 هي من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهي ضرورية لوظائف الجسم المختلفة وتسمى بالدهون الأساسية، لأن الجسم غير قادر على تصنيعه ويأخذه من الغذاء فقط. وتتكون الأوميجا 3 من عنصرين أساسين هما إبنيس وديريتشه، ولذان يلعبان الدور الأساسي في تأثيرات هذا المركب. ومن أجل أن تتم الفائدة الأكبر منها، فإنها تحتاج إلى مضادات الأكسدة والموجودة بشكل غني في الخضروات والفواكه الطازجة. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. أهمية أوميغا 3 للأطفال. تتعدد أهمية أوميغا 3 للأطفال من خلال الآتي: تعمل الأوميغا 3 على تخفيض نسبة حدوث أمراض القلب، لأنها تساهم في التقليل من نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، كما أنها قد تساعد في تخفيض نسبة ضغط الدم واحتمال تخثر الدم، مما يساعد في تخفيض نسبة التعرض لذبحات قلبية. تعمل الأوميغا 3 على تعزيز النمو الذهني وخاصة لدى الأطفال، فهي تساعد في تحسين نشاطهم الفكري من خلال تحسين مستوى العديد من المهارات مثل الملاحظة والذاكرة القصيرة الأمد والقراءة. تساعد الأوميغا 3 الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، لأنه يدخل في أنسجة الخلايا الدماغية ويزيد من التشعبات العصبية في الدماغ، وبالتالي يزيد القدرة على التركيز والانتباه. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية.